السلام عليكم أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شمس الحياة. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة من الزمن الجميل، من طفولتنا وحنا صغار. حلوة كنا كنشيوها بدرهم، وكنظن مازال كتباع بدرهم، وهي حلوة الكوك اللي مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت. يعني ثلاثة المكونات كنصايبو بهم حلوة اللي كتجي لذيذة بزاف وكتعجب الكبار قبل الصغار. نتمنى تجربوها حيت كتجي لذيذة بزاف ورائعة، مقرمشة من برا ومعلكة من الداخل، وأكيد غتعجبكم وتعجب وليداتكم. نبقاو مع المكونات وطريقة التحضير. كيف كتشوفوا المكونات ديالها سهلة وبسيطة. عندي هنايا ثلاثة البياض ديال البيض، البيض يكون متوسط وبدرجة حرارة المطبخ. عندي رشة ملح، كاس إلا ربع سكر حبيبات، وكأس ديال الكوك أو جوز الهند. نبدأ بسم الله. أول حاجة غادي نطرب البيض، بياض البيض مع رشة الملح. غادي نطربو مزيان. مني كيولي البيض ديالنا على هاد الشكل، غادي نزيد عليه كاس السكر حبيبات، وغادي نعاود نطرب مزيان حتى كيذوب ديك السكر فيه. دابا تقريبا داب لي السكر مع البيض والشكل ديالو ولا بحال هكذا. غادي نزيد عليه الكاس ديال الكوك ونخلط مزيان حتى تجانس لي المكونات كامله. ومن بعد ننتقل معكم للمرحله الثانيه ديال هاد الحلوه. دابا غادي نخوي الخليط ديالنا حمام مريم. غادي نبقى نخلطو من 10 دقائق حتى 15 دقيقة. حيت هاد شوية مازال هنا، ندير مغرفة د العود حسن. غنبقى نحركو تيبان لينا الخليط كينشف، وغنبقى نحرك فيها ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة تينشف لينا الخليط ديالنا، يولي متماسك، يولي القوام ديالو على هاد الشكل. انا جاتني مازال خفيفه شويه، غنزيد فيها معلقه صغيره د الكوك. وماشي شرط نتوما تجيكم خفيفه، حيت كيكون على حساب النوعيه د الكوك وحجم البيض. غنحركها مزيان حتى تجانس ونخليها حتى تبرد عاد باش نشكلها معاكم. الحلوة ديالنا من بعد ما بردات هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوف. غنبدا نشكلها كويرات صغار، نحاول نديرهم في نفس الحجم. ما كتلصق في يد ما والو كيف كتشوفوا. وغنمشي بنفس الطريقة تنكمل الكمية اللي عندي. غنستمر بنفس الطريقة تنكمل الحلوة ديالي كاملة. كيف ما شفتو كنحاول نديرهم نفس الحجم، ما فيا ما يستعمل الميزان. الفران شعلتو من قبل على 170 درجة من الفوق ومن التحت، وتقدر تاخد ليا ما بين 15 حتى 20 دقيقة. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تطيب. الحلوة من بعد ما خرجتها من الفران كتكون مازال طرية بزاف، نحاولو ما نقيسوهاش حتى تبرد باش ما تهرش لينا. كيف ما تبعتو معايا هاد الكمية خرجت ليا 13 حبة، وانتوما الا بغيتو كتر ما عليكم الا تضاعفو المقادير. الحلوة من بعد ما بردات هذا هو الشكل النهائي ديالها، جات رائعة ولذيذة بزاف. شوفوا معايا كيف جات، مقرمشة من برا
ومع الكم الداخل، والريحة الكوك طالعة منها رائعة وكتشهي. ولك عجبوكم الوصفات ديالي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات، وما تنسوش لي جيم باش تشجعوني، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.